نفسياتهم تكون شهيتهم عموما مفتوحة دائما، ما أقدر أمنعهم، بس لكن يكون في تقنين أو في جائزة في الأسبوع أو تحفيزات عموما، بحيث أنه ما يؤدي هذا الشيء أنه يزيد أكثر. إقناع الطفل إنه هذا الشيء لو زود زاد شوية حتتعب وما حتقدر تلعب يعني ننصح بالرياضة، بالكاراتيه، بممارسة هواياته، الجري، المشي الطويل، المشي لأساس إنه يتحسن الطفل. ما نضغط عليه إنه ما تاكل ما تشرب، لا بالعكس، أكل في رياضة في نفس الوقت يمارس الرياضة. بنحط لهم وجبات تكون صحية وبطريقة حلوة، بشخصياتهم يحبونها، بشيء تحاول بشكل الخضار كذا تزينها وتقطعها بطريقة محببة لهم، تحاول تقلل من كمية السكر حتى في الأكل، سواء في العصائر أو في الحلويات، حتى استبدال بطريقة صحية. عندك المطاعم تحاول تقلل منها أو تحاول تسوي له بنفس الوجبات اللي هو يحبها في البيت، تكون بالقلاية الصحية هذه بعيد عن الزيوت.